أعزائي متابعينا، بيتجدد لقاؤنا في حلقة جديدة. معكم وفاء محمد المراسلة من محافظة أسيوط، النهاردة من داخل مركز البداري. حلقة جديدة معانا محمد رمضان. محمد عنده 22 سنة، عسكري في القوات المسلحة. هو كان راجع طبعا أجازة، ولكن حصلت له دوخة لأن محمد بيعاني من صرع ووقع من القطر، وزي ما احنا شايفين رجله تم فيها عملية بتر. محمد طبعا وقع في البدرشين. مع محمد النهارده هنعرف هو وقع ازاي، وهنعرف تفاصيل الحادثة. محمد معاه كم اخ واخت؟ معاه 2 ولد و4 بنات. هم 7، 3 ولد و4 بنات. طبعا والدك اللي بتعولهم، طبعا هو والده اللي بيعولهم، وطبعا اخوات محمد البنات على فيهم اللي متجوزه، وفيهم اللي لسه طبعا والدها بيجهزها. طبعا الحاج رمضان والد محمد، هنرجع له بس لما الاول نتكلم ونشوف حاله محمد. بنرحب بيك يا محمد والف سلامه عليك. الله يسلمك. الله يخليك. قول لي بقى يا محمد، ايه اللي حصل لك؟ اللي حصل ان القطر كان مزحوم، واللي هو مروح الصعيد ده، وبعد كده ملقتش أي مطرح. أنا وكام واحد تاني رحنا قاعدين على الباب، وأنا قاعد على الباب لقيت نفسي دايخ. ففي زميلي قال لي راح الحمام وديك دقيقة. فمن ما راح الحمام هو قدام أنا يمشي، اللي هو بتاع القطر اللي هو بتاع بحري ده، مع اللي هو بتاع القطر ده، وراح نتشن لبرا على الطريق. يعني أنت دخت ورحت وقعت من القطر، كان في قطر جاي معاكس فخبطك، ولا انت وقعت على الرصيف؟ لا، وقعت الناحية التانية اللي هي ناحية الزرع دي، على التراب ده بس. هتكلم كل حاجة. طيب ومين اللي خدك ووداك المستشفى، ومين اللي لحقك؟ الناس اللي هناك بقى مصرفة، والإسعاف الإسعاف والناس اللي هناك ساعات، الناس اللي خدتك و... ورنوا على الإسعاف، والإسعاف ده ترنوا على أبويا وولاده. طيب في المستشفى قالوا لك ايه يا محمد قبل ما يعملوا لك عمليه البتر؟ يعني ما كنتش واعي خالص. يعني انت صحيت ولقيت اللي حصل؟ طب كان رد فعلك ايه لما عرفت الموضوع؟ قعدت اعيط صار ساعات. انت واخد كل واخد دبلوم ولا مش متعلم؟ داخل الجيش لك قد ايه؟ اخر الجيش من 10 22، يعني خلاص قربت تطلع. ده لسه انا هطلع. طب انت بتطالب بايه يا محمد؟ انا طالبه كله من الرئيس سعادتك ان هو يجيب لي جهاز ويستعين بيه بمعاش بس. سعادتك قالت له اللي عايز. انت محتاج معاش بس، وان يعمل لك رجل صناعية. بس سعادتك. طيب معانا ابو محمد الحاج رمضان. قول لي بقى يا حاج، انت بتشتغل ايه؟ اشتغل موظف غفير في المركز. غفير يعني مرتبك محدود؟ كام بقى مرتبك؟ مرتبي 3500 اساس. طيب حضرتك قلت انك معاك معايا سبع اولاد، وانا والمدام يبقى 9. تسع اولاد. بتشتغل مهنة تاني ولا؟ ما بشتغلش. طب كنت فين يا حاج لما عرفت بالحادثة بتاعت ابنك؟ انا كنت في الشغل هنا في المركز. هو اداني تليفون من واحد في ورشه هناك في البدرشين، فقال لي انت معاك ابن اسمه محمد رمضان. قلت له، قال الحقنا في البدرشين عشان ابنك داس القطر. يا دوبك طلعت، زي انا يا دوبك داخل البيت، لسه داخل البيت الساعه 2، علف العيال كيس العيش جايبينهم، ولقيت الخبر داني. طلعت نرمى على طول، خدت بعض ورحت طالع نرمى على الموقف، رحت واخد عربيه وطلعت على ابني على طول. فرن عليه بتاع الاسعاف، قال لي احنا اتنقلنا من مستشفى البدرشين، رحنا مستشفى ام المصريين، فعايزين واحد قريب عشان خاطر العمليه ما تستحملش مدتها 4 ساعات، ممكن رجل ابنك تبوظ كله. رحنا اتصل على ابني بحري، فابني يقول له، قلت له الحق اخوك هناك في مستشفى ام المصريين. فراح هناك برضك ابني هو وناس برضه معاه، راحوا هناك قبل ما نروح انا هناك. فراح عملوا لي العمليه وبترول رجل. اتصلت انا برضك بتوع الكتيبه بتوع دو لقيتهم هناك،
هنقول هنتكلم مع بتوع الكتيبة عادي، هنقول طب دلوقتي ابني دلوقتي ان هو في المستشفى المفروضين محدش مستعين بيه، المفروض يتنقل تبع الوحدة. قال لا ده هو واخد أجازة واعتبر مدني، هذا اللي تكلموه معايا. قال لك ده مدني، وراحوا واخدين بعضهم وراحوا ماشيين، عطوا الواد 1000 جنيه ساعتها في ايده وراحوا واخدين بعضهم وراحوا ماشيين. ال 1000 جنيه اللي ادوها له دي بتاعت ايه؟ قال لك راضي بيها، قال بتاع الاسعاف والناس اللي حلاوه، قال محمد اللي طلع من المستشفى بالسلام. هذا ما حد سال فينا على دلوقتي. طب انت معاك حد حاجه بيساعدك؟ يعني محمد قبل الحادثه كان بيشتغل ويساعدك ولا؟ كان يشتغل، كان يشتغل وشايل البيت وشايل معاه اساسا 3000 متحول في البنك، متحول في البنك، انا مجوز واحده والتاني يعني انت واخد قرض واللي بيتخصم منك تلقائي على طول، ما فيش. بيتخصم كام بقى يا حاج؟ بيتخصم 1250 وانت مرتبك اصلا 300 3000 ونص، يعني نص المرتب، نص المرتب متاخد، ونص التاني برضك اللي انا دايما جايب قرض تاني من جمعيه التسهيل، بيخصم مني 1000 جنيه تاني برضه في جمعيه التسهيل برضه. والباقيين يا دوبك على قد المعيشه. يعني الوحيد اللي بيساعدك حصلت هو له الحادثه. اكبر واحد في خواته. طب حضرتك قلت ان محمد كان بيعاني من صرع. كان بيعاني من صرع من قبل ما يدخل الجيش برضك، من 2010 وانا داير بيه على الدكاتره. يعني كان بيتعالج. كان بيتعالج، والستات معايا وكل حاجه معايا، ورحت وديتهم ليهم الوحده التجنيد في اسيوط، راح محولنا على حميه الزيتون عشان يعملوا لي في كوميسيون، راح هناك وديت الحاله هناك قدامهم في الكوميسيون، راحوا نقلنا وديهم مستشفى العباسيه يعمل رسم مخ. بعد كده بعد 20 يوم بيجي بيروحوا يجوا في القاهره، راح محاولين انه لايق على الجيش، راح مسافرين على الوحده بتاعته، سافروا على الوحده برضه ذات النوبه هناك، راح محاولين برضه اورنيك عياد، هذا المشوار حولوه على اورنيك عياده واخد بعض عياد وراح اداها الحاله هناك تاني، لحد ما هو راح واخد بعض، راح محاولين على لجنه الترافد الطبي، لجنه الترافد الطبي راح هناك راح قال له عايزين رسم مخ. بيجي بيروح ابني كل يا دوبك يسوي بيت سواد الليل ويجي برد علينا تاني، يدوا عدد 4 ايام 3 ايام. طب ده هو راجل في الجيش، يلا يا دوبك بيت سواد الليل، تاني يوم نلقاه ديني مواصلات. طب انا معيش كل ما يجي ياخد 500 جنيه سفر و500 جنيه علاه. الراجل اللي بيغير له بيقول محتاج رعايه طبيه افضل من كده. انا هنفكر لك الغيار وتشوفيه بعدين. طب تمام اتفضل. طب دلوقتي هو الراجل هيغير لمحمد واحنا موجودين في اللايف، بعد كده هنرجع نشوف الورق مع الحاج. حضرتك دكتور ولا تمريض؟ لا تمريض. تمريض. طب ايه بقى الحاله اللي حضرتك شايفها قدامك؟ انا شايفها قدام ان هو المفروض ان هو محتاج معلش التليفون خاصه وغيارات طبيه معينه، ودكتور المفروض هو اللي بيغير. طبعا ما فيش الكلام ده زي ما انت شايف، الامكانيات طبعا معدومه في الاسره، هي محدوده اساسا خالص. بالنسبه للوضع المفروض الرجل دي بتوجه مثلا في استقامه معينه، في طبيب بيراعيها او تمريض مثلا خاص بالعنايه الجراحيه في البتر القدم، لان هي داخله في اوعيه دمويه. طبعا هنا عشان دخل دكتور اوعيه دمويه عايزه تروح القصر العيني، والقصر العيني انت عارفه البهدله بتاعت اسيوط الجامعي. طبعا هو محتاج اوعيه دمويه ومحتاج دكتور عظام ومحتاج اللي هو الطبيب جراحه عامه عشان خاطر يشوف الجرح، هل هو فيه ماده، هل هو سليم، هل الجرح بينزف، هل الجرح الدرين اللي مركبينها ليه دي ايه قصتها بالظبط، هل هي واصله للعظم، هي بتسحب من النخاع، هل النخاع السليم ده هو اللي هو باقي القصبه اللي هي بتاعت الرجل، هل الركبه سليمه. كل ده احنا انا بغير، فاهم انت، على حد علمي بس اللي هو الغيار الجراحي، ان انا بنظف وابص في الغيار وبس، لكن هو الجرح مش متلوث او عامل صديد بالظبط كده، لكن هو المفروض في الثلاث دكاتره بيتابعوا الحال ده. طبعا هم زي ما تقولي كده ايه، يقول اروح البيت واحنا هنبقوا نرعوك ومفيش رعايه من ساعه ما جه، يعني اللي متابع الحاله معاه حتى العلاج بتاعه مش مدينا السيستم الصح، ان هو ياخد امتى وقف امتى يكمل بايه وياخد ايه مضادات حيويه. الالتهابات اللي عنده اللي بتزيد في رجله دي هي من ايه محدش عارف لغايه دلوقتي. يعني هو راح مشكول للدكتور محمود عبد السلام. من اي حد يشوف الفيديو من الاطباء والمسؤولين، احنا محتاجين رعايه طبيه كامله لمحمد كده. الجرح
هيبوظ. انا هفتح الجرح دلوقتي واشوف فيه حاجه يعني. هات الجوانت يا سيد. مشكور الدكتور محمود عبسام برضه راح للمستشفى، راح قال لابو سيد ان هو محتاج فعلا دكتور اوعيه دمويه عشان دي في شرايين مكسوسه او الشرايين متحوله، ما حدش فاهم يعني هي بالظبط في الداخل ايه. واديك شايف يعني بنغيره في طبق، يعني فين التعقيم؟ فين الامتياز بتاع الجرح؟ طب هو قاعده دي في المستشفى؟ ايه؟ هو قاعده دي في المستشفى؟ مش عارف على فكره. انت قعد كام يوم في المستشفى يعني؟ 4 ايام بس؟ اه يعني مستشفى الجامعه هنا ولا كان في القاهره؟ لا كان في البدرشين. لا البدرشين حولته، البدرشين حولته لأم المصريين. يعني هو في الاول راح للبدرشين وبعد كده اتحول لأم المصريين. حصل في البدرشين. بعد كده لما استلموا الاسعاف ودته مستشفى البدرشين، البدرشين اتحول بعد ما وزاره الجيش حولوه لمستشفى أم المصريين في القاهره. وتمت العمليه في مستشفى أم المصريين. المفروض يتحول على اي مستشفى يعني. لا الدم ما فيش دم. لا عشان سياسات الفيسبوك حتى لو برضه. طب تمام عشان الصوت بيطلع لايف. طبعا الغيارات دي كلها اللي هم جايبينها جايبينها على حسابهم الخاص، من شاش، من قطن، من بلاستر، من بتادين، من محاليل الملح التطهير بتاعتها. انت شايفه بدايه الجرح، مش عارفين ايه السبب ان هو كل يوم بيعمل الماده الكتيره دي ليه، مش عارف. ولازم لازم 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 طبيب يبص ويشوف ويقول هل لازم حجز في مستشفى مضادات حيويه اعلى، محتاج عنايه معينه. طب ما ودتهوش ليه مستشفى الجامعه؟ مستشفى الجامعة عشان تخش يا أستاذ، أنت عايزة حوار كبير وعايزة تنسيق وعايزة تطوير ومش هيرضوا يستقبلوكم مباشرة. احنا نتمنى من أهل الخير والمسؤولين اللي بيسمعونا على اللايف إن يتبنوا حالة محمد. محمد ظروفه تعبانة، الأب لا يملك أي شيء غير مرتبه، والمرتب كله متحول على سلفيات. محمد بيتألم، نناشد الأطباء، نناشد أهل الخير والقلوب الرحيمة يتبنوا حالة محمد الجندي. محمد ياريت يتبنوا حالته الطبية، والحجز قريبا عشان الجرح صعب صعب صعب. أهدى إبراهيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد بيتألم كل ثانية، محمد ما بينامش. نداء للأهالي القلوب الرحيمة والناس أهل الخير، ليه تتابعوا حالة محمد؟ إيش كده يا إبراهيم؟ تعالوا على كرة اللعبة. معلش استحمل يا بابا، استحمل حبيبي. والحمد لله. محدش كلمك يا حاج، محدش تواصل معاك ان هو يساعدك في علاج محمد وانه يستبناه؟ يا ابراهيم، طب لتعقيم الجرح يا استاذ ابراهيم حضرتك بتستخدم ايه؟ يا استاذ ابراهيم، كاش معقم بتادين محلول الملح، ده من حد علمي، اقصى حد علمي يعني. لكن هو الجرح على ما اظن ان هو مسبتك. وايه؟ مسبتك يعني هو في ماده بمعنى. كتير. فاهم انت؟ في ماده كتير، في ممكن يكون في العظم نفسه في مشكله مش شايفينها، زاد ان الغرز اللي عاملينها زاد الدرين ده مش صعب حاجه، ممكن يكون السبب الدرين. فممكن تقول كلمه للاطباء او الأطباء اهل الخير إن من اهل الخير والاطباء، بس يكون اوعيه دمويه ودكتور عظام يكون متخصص فاهم في قصص البات،
كمان يدي بس يشوف الحالة العامة ايه، الوضع ايه، هل الغيار اللي احنا بنعملوه ده سليم ولا غلط، هل العلاج اللي بياخده ده سليم ولا غلط. ما ممكن العلاج نفسه اللي بياخده ما بيكونش بيأدي الغرض الصحيح، بالظبط، لأنه هو بياخد نوعين بس، الفنتريل اوجمانتين، دول الخراج العادي بياخد منه الشخص العادي، يعني لو خراج بيخف بعد فترة. فبالك انت ثلاث مشاكل في مشكلة واحدة، اللي هي عظام أو دموية جراحة عام، ولا دكتور ولا يعني احنا عايزين دكتور بس أو دموية ودكتور عظام. جراحة العامة دي سهلة، يعني دكتور محمود عبد السلام الراجل المشهور مش هيتأخر، قال حاضر ونيجي، بس أنا عايز دكتورين قبلي، أوعية دموية وعايز دكتور عظام. أوعية دموية طبعا التخصص بتاع صعب، إن أنت نادر شوي، فعشان تروح الجامعة يقول لك عايزين تنسيق، وضع الجسم ده وروح الجسم التاني وروح مش عارف فين، فبتبقى صعبة على الشخص نفسه تكشف الحال. يعني حتى لو عربية إسعاف هتاخده مثلا، هيقولوا الإسعاف هتطلع عليه مجاني، بس فين الدكتور اللي استقبل الحالة عشان يعمل لها التخصص والكشف والدنيا؟ ممكن يكون عايز برضه إن هو يخش عملية يفتح تاني، فالله أعلم، إحنا مش عارفين ليه هو إيه. يعني ليلى مثلا ممكن تصور، بس المشكلة فيها، المشكلة إن الجرح بينزل مادة كتير. معلش يا سيدي. إن شاء الله تكبر بخير يا سيدي. ربك كريم يا مسراء. سيد ولا محمد؟ هو اسمه الشهرة سيد في البيت، بس هو اسمه في البطاقة الشخصية محمد رمضان. يا ابو ابراهيم استحمل، يعني انت لو هتقرب بص المادة اللي نازلة كتير خالص، مش واقفة، مش خايفين عشان حقوق الفيسبوك بس. انا بقول لك يعني المادة اللي نازلة اهم الجرح، بصوا في نفس يا ابراهيم يا راجل مش عارف بتاعي يا ابراهيم. اصبر اصبر يا بابا، بيتألم بيتألم ألم. ربنا يفعلك يا رب رب. طيب حاجة على في نهاية اللايف، حضرتك بتطالب الحكومة بإيه؟ أنا بطالب الحكومة بإن يساعدوا ابني في معاش أو جهاز يبصوا للحالة بتاعته، يبصوا على الحالة بتاعته، لأن أنا راجل ما معيش فيه. هذا اللي نشد به الحكومة. ماشي حاجة. أعزائي متابعين ربيع العربي الإخباري، بنشكر حضراتكم. زي ما احنا شايفين طبعا محمد هو الولد الوحيد اللي كان بيساعد والده، ان هو بيعول اخواته البنات وبيصرف عليهم وبيجوزهم مع والده، لان المرتب والده 3500، وطبعا هو واخد اكتر من قرض عشان كان يجوز بنته، فتلقائي اكتر من نص المرتب بيتسحب من قبل البنك ومن قبل تساهيل اللي واخد منها القرض. ومحمد دلوقتي الحادثة اللي حصلت له خليته لا حول لي ولا قوة. احنا بنطالب محافظ أسيوط، بنطالب حقوق الإنسان، وبنطالب أي حد يشوف البوست والدكاترة إن هم يرحموا محمد ويساعدوه إن هو يروح لدكتور. احنا محتاجين يا جماعة دكتور، يا ريت لو في دكتور يشوف اللايف يتبنى الحالة، لأن فعلا الحالة صعبة. كانت معكم وفاء محمد، انتظرونا في لايف جديد.